بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ الفيديو الثاني من مكرر التنوع النباتي كود 406 ب عملي للفرقة الرابعة تحت إشراف أستاذ مساعد الدكتور طلعت عبد المنعم حجازي وعضو هيئة معاونة دعاء الإمام. هنبدأ النهاردة إن شاء الله هناخد في الفيديو ده بإذن الله 6 diverse implants اللي هو هندرس reproductive morphology of flowering plants. من العنوان هنهتم في السكشن ده ان شاء الله بدراسة الزهرة الفلاور. طيب ايه اهمية الفلاور او ايه اللي يخليني ادرس الفلاور كجزء من النباتات عن اي جزء تاني وايه اللي يخليني اهتم بدراستها دلوقتي؟ الفلاور عندي زي ما احنا شايفين كده بتميز كل نبات عن التاني، مجرد بس رؤية في العين كده واحنا شايفين الشكل اللي قدامنا ده، المفروض ده صورة لخمس مثلا نباتات مختلفة، كل نبات فيهم سبحان الله ليه شكل مختلف عن التاني. الصورة دي موضحنا الدايفرستي التنوع بين النباتات عامل ازاي، وبالرغم من انها جزء واحد من النبات اللي هي الفلاور اللي هي النباتات الزهرية، ده جزء واحد بس مختلفة من نبات للتاني. طب تيجي نشوف ايه سبب الاختلاف ده او ايه اهمية الاختلاف ده بالنسبة لي. طيب هيظهر الاهمية ان انا كل شكل فيهم هيديلي صفات معينة بروفايد كاركترز معينة بيحصل لها بعد كده اكسبريشن او بتبقى اكسبريست وزن اتاكسون. يعني ايه؟ يعني الاختلاف البسيط في العضو ده، وبالمناسبة العضو ده احنا عارفين الفلاور المفروض ان هي بتمثل ريبرودكتيف اورجان في الفلاورينج بلانتس، تمام؟ طيب المفروض الاختلاف اللي حصل عندنا ده هيتفسر ازاي؟ هيتفسر ان انا هيديني في علم التصنيف رؤية واضحة جدا. ازاي؟ انا عندي كل الكاركترز منها بيختلف عن التاني بسبب جينيتك كنترول. يعني ايه جينيتك كنترول؟ يعني هتبقى ثوابت في الجين ده لوحده. يعني ايه؟ يعني انا ممكن اصنف على حسب الازهار دي اقول ان انا عندي جين كذا وسبيشيز كذا واعمل علم التصنيف او افرض اللي هو التصنيف بتاع نوع النبات الواحد على حسب الزهرة دي. يبقى ده عضو مهم جدا في الايدنتيفيكيشن وفي الايه، في التاكسون بتاع ايه، النباتات اللي هي الزهرية، تمام؟ طيب نيجي نراجع كده حاجة بسيطة ونربط الكلام ده. احنا بنقول اللي هي الكاركترز بتاع او الفلورال كاركترز بتتأثر سترونجلي بالايه، بالجينيتك كنترول، وما بتتأثرش بالتشينجينج بتاع الانفايرومنتس. احنا كنا سائلين في السكشن قبل كده الدايفيرستي من اسبابها او التنوع اسبابه حاجتين، يا اما تغير في الجينات تغير جيني او تغير في الايه، في البيئه. فوضحت عندنا اهو ان هو متحكم في السترونج جينيتك كنترول، متحكم قوي في الجينات، فبيختلف عندي او بستطيع ان انا استخدم الاختلاف ده او الكنترول ده في ان هو اعمل تصنيف للسبيشيز المختلفه من النباتات المختلفه، تمام كده يا شباب؟ طيب نيجي نشوف مثال. المفروض عندنا بناء على الكلام اللي احنا قلناه، المفروض الكاركتر بتاع الفلورا بتاع زهره معينه او نبات زهري معين المفروض هتفضل مستمره زي ما هي خلال الفاميلي او الجينس زي ما احنا قلنا من شويه، فتدخل عندنا في الايه، في التاكسون، تمام كده؟ بينما بعض الصفات الاخرى هتبقى ايه، متغيره. فكمثال floral symmetry و ovary position و type of placentation and kind of fruit، المفروض ان هي بتستخدم عشان تعمل differentiate الفاميليز or a genera. طيب ده كلها من اجزاء ايه، موجودة في الزهرة، تمام كده؟ والبيتال color والshape والsize of floral part المفروض ان هي بتستخدم عشان خاطر يعمل distinguish بين الايه، بين species. يبقى انا ده برضو عندي اللي هي البتلات، الوان البتلات والشكل بتاعها والحجم بتاعها بيعمل الاختلاف بين السبيشيز وبعضها البعض. بينما الاماكن اللي هو الفلورا سيمتري، تناظر بتاع الفلورا، والاوفر بوزيشن اللي هو الاماكن بتاعت اللي هو الاوفري، واللي عندي البلاسنتيشن، والكايند فروت اللي بيطلع معانا مع الزهره دي، المفروض ان هو ده بيميز لي بالايه، الجينرا والفاميليز. يبقى ده اساس او البناء بتاع ايه، تاكسونومي او التاكسون عندي اللي هي اكسبريست وزن ايه، وزن تاكسون، تمام يا شباب؟ طيب بناء عليه المفروض ان احنا من الكلام اللي احنا قلناه ده ندرس دراسه بسيطه صغيره خالص عن الزهره واجزائها. زي ما احنا شايفين يا شباب اجزاء الزهره، زي ما احنا شايفين كده في الصوره، الزهره بتكون من ايه،
فاكرينها درس كان زمان كده في ثانوية عامة، في درس الأحياء في أولى ثانوي تقريبا لو نتذكر. يعني تكون من 4 أجزاء أساسية زي ما احنا شايفين، السيبلز والباتلز، وعندنا ستيمن، وعندنا الكاربولز أو البستل. تمام، فاكرينهم اللي هي السبلات والبتلات، واللي هو الجزء اللي هو المضقة، اللي هو الجزء اللي هو العضو الأنثوي، والعضو اللي هو الايه المذكر في الفلاور. طيب نيجي بقى نشوف كده مع بعض. المفروض ان هي بتظهر من جزء اسمه سيبتكل في ستيم. المفروض ان هي بتبقى بورن دايركتلي او مين ستيم اكسس او ريتشز اللي هي السيسل، او بتبقى على سلندر ستوك او ستيم كولد بيدسل. تمام، طيب المفروض اللي هي بتتكون زي ما احنا قلنا من شوية من 4 أجزاء، السيبلز والباتلز والستيمينز اند كاربولز. تمام، طيب المفروض ان هو عندنا اللي في الزهرة مراحل التكوين بتاعتها بتبقى التطور بتاعها او الديفلوب بتاعها بيبقى في ديسكريت سايكل، يعني في حلقات او مثلا في حلقة او دايرة منفصلة، او بيبقى مستمرة continuous and spirally arranged. تمام، طيب بعد كده عندنا ان بيقول ان السيمتري اوف فلاور المفروض ان هو ممكن نقسمه لنوعين، راديال اللي هو اكتينومورفيك، او بايلاترال اللي هو زيجومورفيك. يعني ايه السيمتري؟ اللي هو الجزء التناظري او اللي هو جزء التناظر اللي هو بتاع الزهره نفسها، ممكن ان هو يبقى النوعين دول، يبقى في تنوع حتى في التناظر السيمتري بتاع ايه الفلاور. نخلي بالنا في الاختلافات هتبقى في ايه، لان بناء عليه هيبقى الدايفيرس بتاع الفلاور هينتج من الاختلافات دي. تمام، طيب تاني حاجه ان احنا عندنا بعض الفيو جروب في الفلاور ار تيرميد ايرجولار، تبقى اسيمتريك when the petals or sepals are similar in a in the form of the orientation in the form او الاورينتيشن بتاع الايه الاختلاف بتاعتها. يبقى عندنا السبلات والباتلز اللي هي البتلات بتاعه الزهره الاختلاف بتاعها بيولد عندنا اللي هي بتبقى ايه، بعض الازهار بتبقى irregular او asymmetric. يبقى احنا عندنا ايه، ظهر انواع جديده اهو، يبقى في different على حسب الجزء الاولاني ان هي يبقى عندنا اكتينومورفيك وزيجومورفيك، وظهر عندنا حاجه اللي هي اسيمتريك على حسب ايه الترتيب او الدوران بتاع ايه اللي هي البتلات والسبلات. تمام كده، السيبلز والايه والباتلز. تمام معايا يا شباب؟ طيب من الكلام اللي احنا قلناه ده ان احنا عندنا الفلورال دايفرستي اتشيفد باي نمبرز فاريشن بات ريزلتنج فروم تشينج ان، اختلاف هيبقى في ايه سيمتري. احنا قلنا من ساعتها كل كلامنا كان عن السيمتري سيمتري. تمام، تاني حاجه نمبر اوف اتش فلورال بارت، احنا قلنا هم 4 أجزاء، ممكن السايكل بتاعتنا تبقى متقطعه زي ما احنا قلنا من شويه في الاول، او هتبقى مستمره وممكن يحصل ديفيوجن لبعض الاجزاء، وده السبب الاخير ديجري اوف فيوجن اوف ذا بارتس. يبقى احنا ببساطه جدا في السلايد ده وضحنا ان انا عندي صوره اهي للازهار، عرفنا التكوين بتاعها، ما تعمقناش قوي في الشرح في الجزء ده، غير ان احنا عرفنا اجزاء الزهره، عرفنا ان في بعض الاختلافات بتحصل من ايه الاختلافات دي، وبناء عليه فاصبح عندنا ايه فلورال دايفرستي. طب التنوع ده بيتم ازاي؟ بيتم بسبب 3 عناصر او 3 مؤثرات، السيمتري والنمبر اوف اتش فلورال بارت والديجري اوف ايه فيوجن اوف ذا بارتس. تمام كده، ده اللي مطلوب مننا ايه في الجزء ده. نيجي بقى على الجزء اللي بعد كده. بناء على اللي احنا شفناه دلوقتي والدايفرستي او فلورال دايفرستي، هيظهر عندنا مجموعات مختلفه من ايه، من النباتات الزهريه. كل مجموعه هيبقى مستقله بذاتها بصفه معينه بتحملها او بتتحكم فيها الزهره دي، صح كده؟ فاصبح عندنا الكومبلكسيتي اوف ذا مورفولوجي اوف فلاور هي او الفاريشن بتاعت البيبيوليشنز الواحده هيبقى يدينا ريتش ترمينولوجي. يعني ايه؟ يعني ببساطه جدا هيدينا تصنيفات كتيره، او هيوضع النباتات في تصنيفات كتيره على حسب ايه، على حسب الزهره او مكونات بتاعه الزهره. طب ازاي؟ شوف مع بعض كده، هيظهر عندنا مصطلحات جديده زي حاجه اسمها هيرمافروديت. هيرمافروديت دي مجموعه من النباتات بتحتوي او بتملك بوث ميل اند فيميل ريبرودكتيف اورجانز،
اتنين موجودين محمولين على نفس النبات في نفس الوقت مش منفصلين. نشوف النوع بعد كده. ظهر عندنا حاجة اسمها مونوشيوس. يعني ايه؟ يعني عندنا نباتات او وصف المونوشيوس ده بيبقى وصف describe organisms has both male and female sex organs present بس بشكل separate structure. يعني انا عندي النبات او الزهرة بتبقى حاملة الجزء اللي هو المذكر والجزء المؤنث بس بشكل منفصل. تمام؟ separate structures. طيب الدايشيس بلانتس ده دايشيس من اسمه ثنائي، موجود عنده برضو الميل والفيميل بس each individual plant has only male او only female. تمام كده؟ يبقى هنا نفرق بين النوشيس والايه والدايشيس بلانتس. تمام؟ مصطلح تالت او مجموعة رابع قصدي او مجموعة رابعة الجينو دايشيس. جينو دايشيس من اسمه كده having bisexual flower on some plants and only female flower on other plants of the same species. خلي بالكوا احنا قاعدين نقسمها مجموعات، فلو احنا بنبص هو خط واضح بسيط ان شاء الله هبقى هنشوفها في السلايد اللي بعد كده هيبقى الشكل اوضح بالنسبه لنا، هنفرقها بالصوره دلوقتي بس نحاول نركز يا شباب ونفرق بينهم. احنا قلنا هرمافروديت المذكر والمؤنث موجودين، المونوشيس موجودين بس بشكل يبقى ايه سبريت. عندنا الدايشيس هيبقى موجود بس المذكر والمؤنث بيبقى على الانديفيدوال الواحد، اما مذكر واحد ومؤنث لوحده. تمام؟ الجينو دايشيس هيبقى عندنا البايسيكشوال فلاور ومعاها في الايه الفيميل فلاور. تمام؟ في الايه في السبيشيس الواحده. طيب الاندرو دايشيس دي المفروض بيبقى فيها ريبرودكتيف سيستم، في السبيشيز دي فيها الميل بوبوليشن والهيرمافروديت بوبوليشن، هيرمافروديت اللي فوق معاها الميل. تمام كده يا شباب؟ طيب نكمل. الجينو مونوشيس دي المفروض بوث هيرمافروديت اند فيميل ستراكشر اون ذا بلانت. حاول نركز عشان بس ايه ما نلخبطش، هي واضحه وان شاء الله نوضحها كمان الوقت بالصور هتثبت كمان معاكم. التراي مونوشيس هي من اسمها، لو تلاحظوا من اسمها التراي. الجينو مونوشيس هنا احنا قلناها مرتين، خلي بالنا توضيح تاني ليها. تمام؟ التراي مونوشيس عندنا الميل زي ما احنا شايفين من الرسم ظاهر خالص اهو، الميل والفيميل والايه والهيرمافروديت موجودين على نفس النبات. البوليشيس نفسها بس مختلفة في ايه بقى؟ ان الميل والفيميل والهيرمافروديت ستراكشر موجود بس in different individual in the same population او in the same species. ماشي كده يا شباب؟ تمام؟ يبقى احنا عندنا كامل وقت تصنيف هيرمافروديت ومونوشيس دايشيس بلانتس وجينو دايشيس واندرو دايشيس، وعندنا تراي مونوشيس وبوليشيس. تمام؟ اللي هو العديد او المتعدد. يبقى عندنا سبع كاتيجورايز، يبقى سبع تصنيفات بناء على الزهرة او الريبرودكتيف اورجانز تم تصنيف النباتات الزهرية وحطناهم في السبع ايه مجموعات دول. نيجي نشوف كده بالمثال نوضح كمان الكلام. المثال اللي احنا شايفينه دلوقتي عندنا هيرمافروديت زي ما احنا شايفين اللي موجود في الهيرمافروديت الذكر والمؤنث موجودين اهو على ايه على نفس الفلاور. طب المونوشيس موجود المؤنث وموجود المذكر وكل واحد ايه لوحده على نفسه. طب الدايشيس هو نفس السبيشيس بس فرد لوحده مذكر فرد لوحده ايه مؤنث. الجينو مونوشيس زي ما احنا شايفين مؤنث مع اهو هيرمافروديت. تمام؟ طيب اندرو مذكر مع هيرمافروديت. تراي مونوشيس موجود عندنا المذكر والمؤنث والهيرمافروديت على نفس النبات، والبولي موجودين بس كل واحد سيبريت بس هي مش موجوده هنا. وعندنا ده المفروض ان احنا الكي معلش اسفه المفروض كنت قلت في الاول اللي هو اللي انا هقرا بيه الشكل التوضيحي ان انا ده العلامه بتاعه الميل والفيميل والباي سيكشوال. باي سيكشوال هنا اللي احنا ممكن نقول عليها اللي هي الهيرمافروديت. ماشي كده يا شباب؟ طيب نشوف المثال اللي بعده. ها
ده مثال كده، حاولوا تحلوه مع بعض لوحدكم. سوري، نشوف كده. بس انا شويه يعني، بس انا كويس، نشوف كده الاجابه مع بعض. اول حاجه المفروض فلاور، تاني حاجه ده نشس مذكر ومؤنث، دايشس بلانتس مذكر لوحده والمؤنث لوحده منفصلين عن بعض. بصيت المثال ده صح؟ ده مثال تاني، شوفوا برضو جربوا لوحدكم بعيد عن الإجابة وشوفوا هتعرفوا تجاوبوا وتفرقوا فعلا ولا لأ. وده الإجابة بتاعته، نشيس رشيس ينشيس والهرمة. وكده ده كان سيكشن النهاردة شباب، أو الفيديو ده وقف على كده، وإن شاء الله كان بسيط وسهل ويا رب تكونوا فهمتوه، مفيش مشكلة. ولو في أي سؤال أو استفسار مع بعض إن شاء الله في الجروب بنوضح كل حاجة، لو في لا قدر الله يعني حاجة واقفة معاكم. وبالتوفيق إن شاء الله. شكرا لكم.